المهارة أم الشهادة؟ سؤال يشغل بال الخريجين وطالبي الوظائف في الآونة الأخيرة، فهم بين حيرة البحث عن وظيفة تتلائم مع شهاداتهم وما بين الالتحاق بالدورات التدريبية القصيرة والانخراط في سوق العمل لاكتساب المزيد من الخبرات والمهارات. في هذه الفقرة راح نتكلم عن هذا الموضوع بشكل مفصل وعن سير اتجاه الشركات وأصحاب العمل فيما يخص جانب التوظيف خاصة خلال عام 2021. يسعدنا أن نستضيف دكتورة دعاء ميرة، مستشارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي من استديوهاتنا في جدة. أهلا وسهلا بك دكتورة دعاء. يا أهلا وسهلا، يا أهلا فيكم جميعا. أهلا وسهلا بك، يديك العافية. خلينا نبدأ معك هذا اللقاء بسؤالنا، إيش المهم، الشهادة أم المهارة أكيد في سوق العمل حاليا؟ تمام. خليني في البداية أشكر قناة روتانا الخليجية وأشكركم أنتم طبعا برنامج سيدتي، الله يعطيكم العافية. في الحقيقة الموضوع جدا جميل وأنا سعيدة في المشاركة بهذا الموضوع. طبعا خلينا نتكلم في البداية زي ما ذكرت أنه موضوع يشغل بال الكثيرين من اللي يبحثوا عن وظيفة. هل أبحث وظيفة بناء على شهادتي أو تخصصي أم بناء على المهارة أو التخصص اللي يحتاجه سوق العمل؟ فخاصة أنه البعض أو الكثير يملكون تخصصات الوقت الحالي ستختفي للأسف قريبا. ليش؟ لأنه كثير من الدراسات تذكر أنه ضرورة تغيير النظام التعليمي بشكل عام حتى يتماشى مع مستقبل الاقتصاد القادم ومع سوق العمل الجديد، فأصبح هناك كثير من التشتت في هذا الأمر. لذلك نقول أنه فعليا هناك تشتت كبير في هذا الموضوع خاصة في اختيار ما بين المهارة والتخصص. نعم. طب دكتورة دعاء، يمكن المهارة شيء أساسي وأغلب الناس متفقين عليها، وأصبحت الآن توجه بعض الشركات أنه يدوروا على الشخص اللي عنده مهارة وقدرة في إتقان هذا العمل أو قدرة كويسة وكبيرة في الأداء. المهارة إيش ممكن يندرج تحتها؟ وأنت كمان كمستشارة موارد بشرية، إيش رأيك في أنه تكون المهارة أولا قبل الشهادة؟ طب خليني أذكر أنه يعني أصدرت كثير من التقارير الإدارية الأخيرة، أنه اللي زي ما ذكرت لك أنها هي تحث على موضوع تغيير التخصصات العلمية بما يتماشى مع الاقتصاد العالمي. هذا ما يدل أنه لا مكان لمن لم يملك المهارة ولم يملك القدرات والجدارات التي تتماشى مع سوق العمل الجديد. فلذلك لابد من الأفراد أنهم يتوجهوا إلى هذا المكان، إلى تطوير المهارات، وهذا ما يثبت في الحقيقة الصراحة أنه يعني تأخر أو مكانة الشهادة العلمية مقابل تطوير المهارات وتطوير الجدارات. فهناك مهارات كثيرة. أنت تسأليني اليوم، تسأليني إيش المهارات اللي المفترض يملكها الفرد حتى يتماشى مع سوق العمل؟ إيش ممكن يندرج تحت المهارة؟ ما هي المهارة؟ طبعا المهارات، شوفي أنا خليني أقول لك حاجة ونتفق عليها، أنه كل وظيفة تتطلب مهارات وشهادات معينة. صح. وجدارات معينة. صح. هذا لا مجال منه. تمام. أكيد. كموارد بشرية نحن كل تخصص وكل وظيفة لها مهارات مخصصة، ولكن بشكل عام وبناء على الدراسات الحديثة في 2020 و2021 اليوم في شيء نسميه نحن The War of Talents، يعني في حرب على المواهب. فأصبحت هناك كثير من الدراسات تقول طيب إيش المهارات الأساسية لليوم اللي لازم كل فرد يبحث عنها ويسعى إلى الحصول عليها. من أول المهارات أنه لابد يكون عندنا مرونة و يعني قدرة على التغير، قدرة على التأقلم، ففي هذه المهارة لازم تكون موجودة. لابد اليوم الفرد فينا حتى يكون في ظل المنافسة الكبيرة أنه يكون عنده ذكاء عاطفي، أن يكون عنده قدرة على إدارة التغيير، يكون قادر على المفاوضة، يكون قادر على اتخاذ القرار السريع. ليش؟ مثلا عندنا نحن اليوم جائحة كورونا جات فجأة غيرت كل شيء،
ففي لحظة إذا ما كان الشخص جاهز أن يكون عنده مرونة وقدرة على اتخاذ القرارات السريعة الصائبة والقدرة على التفاوض والإبداع والابتكار، اليوم ما كان قادر أنه هو يعني يتماشى مع سوق العمل ومع الاقتصاد الحالي. كمان عندنا الحوسب اللي هو التقني، المهارات التقنية، المهارات الذكاء الاصطناعي، فكل هذه المهارات هي مهارات تتطلبها الوقت الحالي بغض النظر عن اللي هي المهارات اللي تتطلبها كل وظيفة، بس بشكل عام نحن لازم أن نكون ملمين بهذه المهارات. طبعا بالإضافة إذا كانت منصب قيادي لابد يكون عندك قيادة ذاتية لذاتك، يكون عندك قيادة للآخرين، قيادة للمنشأة اللي أنت فيها، يكون عندك تطور في اللي هو شهاداتك اللغوية، شهاداتك. والله دكتورة دعاء من كلامك الآن يعني لازم يتغير السي في كله، لازم طبعاً نسوي طبعاً مهارات جديدة، نتعلم مهارات جديدة، نتعلم دورات جديدة، أشياء تناسب العصر اللي إحنا فيه. نعم. معناته السي في كله راح يتغير. نعم، جميل. نعم، في الحقيقة بدي أقول لك إنه في الولايات المتحدة اليوم في 2020 صار في توجه يعني مؤخراً إنه في وظائف كثير حتعتمد على المهارات أكثر من الشهادات. ومن ضمنها من الليدنج كومبانيز هنا اللي هي الاسماء المعروفه البيج كومبانيز زي ابل ولا جوجل ولا اي بي ام، كلها عندها تقريبا او اعلنت انه 15% من وظائفها او الوظائف الاداريه والتقنيه لا تتطلب شهادات انما تتطلب مهارات. فلذلك وجود المهارات شيء اساسي. انا لا يعني اقلل من قيمه الشهاده، بس إذا ما كان عندي القدرة والمهارة والجدارة إني أعكس الشهادة أو المحصول العلمي على أرض الواقع فما في فائدة للشهادة. صح. بقدر ما يكون لي أهمية اليوم للمهارة ولا للجدارة أو الكفاءة اللي لازم أمتلكها. طيب دكتورة دعاء، حضرتك شخصيا مهتمة بموضوع إدارة المواهب، هل الموهبة لوحدها تكفي وكيف ممكن أننا نصقل هذه الموهبة ونتبناها، وهل في أحد أصلا يتبنى مواهب الآن ولا يبغوا أوريدي شخصيات تكون معروفة وعندها عدد متابعين مثلا كثير وخلاص جاهزة لسوق العمل بما يحتاجوهم؟ طيب خليني أتكلم عن إدارة المواهب. طبعا هذا العلم اللي هو talent management هي من العلوم اللي حديثة نسبيا، أنا ما حقول حديثة كليا وإنما نسبيا. العلم هذا ظهر أو نشأ بعد مسألة العولمة، مسألة التطورات التقنية الكبيرة والتغييرات السريعة في الاقتصاد العالمي، بدأت الهجرة للعقول وللأفراد ما بين الدول، فبدأت الدول تتنافس على الحصول على المواهب أو الأفراد اللي عندهم قدرات ومهارات وكفاءات حتى تمتلكها الشركات والمؤسسات. فهذا ولد نوع من الحرب أو التنافس ما بين المنشآت وما بين القطاعات للحصول على هذه المواهب. ليش؟ لأنه اليوم صار عندنا قناعة في هذا العلم أنه الفرد اللي يملك المهارة والجدارة والكفاءة هو القادر على بناء جودة العمل ورفع الأداء العالي للمنظمة، هو القادر على الإبداع، هو قادر على الابتكار، هو قادر على خلق الميزة التنافسية للشركات والمنشآت. لذلك قامت الدراسات وبدأت تبحث على الخطط الاستراتيجية، بدأت تبحث عن الوسائل اللي تربطها بالموارد البشرية حتى تقوم بتطوير هذا الفرد بالحفاظ عليها والاحتفاظ عليه باستقطابه، لأنه صار زي العملة النادرة، صار زي المورد الرئيسي للشركة حتى يعني تنقله نقلة نوعية وتبقيه في عالم العمل والأعمال وسوق العمل. فهذا باختصار إدارة المواهب. لذلك هذا جعلنا نخرج بنتيجة أو conclusion زي ما نقول إنه الفرد اللي ما يملك موهبة أو مهارة ويسعى على التطوير المستمر ويكون عنده مرونة مستمرة حتى يطور ذاته ويطور مواهبه وجداراته ويكون على قدرة على المرونة هذه، لا مكان له في سوق العمل. هذه هي الحقيقة اللي يعني اللي ممكن نحن نستنتجها. طب كمان دكتورة دعاء، يمكن من الأشياء المهمة بنشوف دحين أو بنلاحظ أنه في ترويج وتسويق كبير على بعض الدورات أو الدورات اللي ما تأخذ أيام كثيرة، يعني ما تأخذ فترة طويلة في الدورات التدريبية. صحيح. كمستشارة في الموارد البشرية، إيش رأيك في هذه الدورات؟ هل ينظر لها الـ HR على أنها شيء مهم، شيء مفيد، شيء فعلا هذا الشخص تعلم منه؟ طيب بصراحة الموضوع كثر الكلام عليه، يعني كثر الكلام عن موضوع الدورات القصيرة أو الدورات اللي هي يومين أو
يعني ما إلى ذلك. خلينا نتكلم في نقطة مبدئية، أنه اليوم أنا مثلا كموظف أو مسؤول توظيف، تمام، اليوم أنا عندي وظيفة أبغى يعني أبغى لها مرشح، فاستلمت يعني سيرتين ذاتيتين، والسيرة الذاتية الاثنين اللي عندي واحدة فيها دورات وفي واحدة تانية ما فيها دورات ولكن فيها الشهادات وفيها الخبرة المهنية لكن غير مهتم لموضوع الدورات، والأخرى فيها دورات اللي هي زي ما احنا نقصد اللي هي حقت يوم أو يومين أو whatever أو حتى مجانية. مبدئيا أنا كشخص وإن ممكن تتفقوا معايا، أنا لما حطالع أنا حيكون عندي انطباع إيجابي أكثر طبعا أني أنا حأعطي أولوية أني أنا أطالع أو يلفت انتباهي اللي السي في اللي في دورات، يعني حاطط قائمة. نعم نعم، لكن فين المحك وفين الجوهر؟ الجوهر أنا بالنسبة لي يعني رأيي أنا أنه من خلال خبرتي أنه ما عندي regardless، يعني بغض النظر عن كانت الدورة هي يومين أو ثلاثة أو كانت برا البلد أو جوة البلد أو بفلوس أو مجانا أو حتى أنت أخذت شيء وتعلمته حتى عن طريق اليوتيوب، لكن الجوهر هنا فين؟ الجوهر مدى انعكاس المحصول التدريبي ده على أدائك العملي، على خبرتك، على سلوكك، على مهاراتك. المحك مش هنا، المحك في انعكاس هذا المحصول. لذلك تجد احيانا انه مثلا اشخاص ياخذوا حتى دوره في الاكسل مثلا عن طريق يوتيوب ويصيروا خبراء في الاكسل ولا في اداره المشاريع، بينما شخص اخر يروح ويسافر ويتعنى ويدفع وفي النهايه بيروح ويرجع بس عشان يحط التايتل موجود ولا السيرتيفيكت نيم از براند مثلا. صحيح. يعني انا حضرت الشهاده الفلانيه. دكتوره دعاء، يمكن من الاشياء المهمه فعلا اللي لاحظتها انا في كلامك وحسيتها ولمستها كمان في كثير من الخطابات اللي صرنا نسمعها مؤخرا، انه فعلا الشخص لو ما صار او لو ما كان عنده الشغف المطلوب هذا الشخص ما راح يقدر ينجز، سواء كان هناك شهاده او لا أبداً. واذا كان في دوره او لا. نعم. دكتوره دعاء، شاكره جدا لك هذا الوقت، يعطيك ألف عافية ومتنية تواجدك معنا اليوم. مشاهدي أكيد هنطلع فاصل ومكملين من بعده. من عيوني برنامج ترفيهي استخدام تقنية الواقع الافتراضي لتقديم احتفال العيد لذوي الاحتياجات الخاصة.